السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصي يا حبايب قلبي، لأول مرة أشوف في قناتي، ما تنسيش أول حاجة تعمليها لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك كل إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا بقدمها. بتعملي إيه بقى النهاردة يا قرنفلة؟ النهاردة هقول لكم بقى الفيديو كان يعني بالنسبة لي كان صعب جدا، هتابعوني لاخر الفيديو وهتشوفوا المأساة اللي انا تعرضت لها. فعلا انا خدتها فحت ورد. ازاي بقى؟ هشوفوا في الفيديو ايه اللي حصل لي في الشقة بتاعتي. بصوا يا حبايب قلبي، ده الحمام بتاعي، تمام. انا لسه يعني عامله له تجديد، يعني بقاله حوالي دخل على سنه كنت عامله له لسه تجديد. بصوا بنضفه على طول وزي ما انتم شايفين ومهتميه بيه بالشقه بتاعتي كلها، يعني الحمد لله. الايام اللي فاتت دي مش عارفه، لا هو بقاله فتره، مش الايام دي بالذات، بقاله فتره الميه مش عارفه بيجي تسريب فظيع، مش عارفه منين التسريب دوت، لدرجة بينزل. انا ساكنة في رابع دور، المية بتنزل على اول دور تحت، لدرجة الشقة اللي تحت اول دور خالص ساكنة فيه اخت جوزي، بقت تشتكي وتنادى عليا. الحقيني الشقة مكهربة عندي تحت من كتر المية اللي بتنزل عليها. طيب انا جبت سباك مرة واثنين وثلاثة، مش عارفة الموضوع ايه، كل ما يشوف يقول لي السباكة مية مية، مفيش اي تسريب. كسر لي قبل كده البلاط اللي انتوا شايفينه ده، وعمل لي مادة كده بتتحط عاملة زي الزفت في الارض، عازل يعني، برضو مفيش فايدة، المية بتسرب مش عارفة منين. يكشفوا يمين وشمال السباكة يقولوا لي كويسة. اقول لي يا اولاد في ايه؟ هو في بسم الله الرحمن الرحيم عفريت في الشقه اولاد. بصراحه بقيت مش عارفه اتصرف ازاي، كله مشتكي من تحت السقف. انا خايفه بقى ايه السقف بتاع الحمام هيقع. فاخر بقى ما زهقت قلت لا انا هعمل تاني تجديد تاني واكسر تاني واشوف الموضوع ده من ايه. رحت جبت بقى ايه السباكين زي ما انتم شايفين، قعدوا يكسروا بقى والدنيا كانت مبهدلة عندي زي ما انتوا شايفين. خلع باب الحمام وادي كل حاجة في حتة، بقى المواعين بقى، وبقالي اسبوع مش عارفة حتى اغسل شوية الغسيل بتوعي. كل ما افتح المية يقولوا لي لا فين المية عندك، المية مغرقانة تحت. بقى الغسيل متكومة عندي والمواعين في كل حتة، ولا عارفة اطبخ ولا عارفة اعمل اي حاجة في الشقة. الشقه بقت مبهدله والرمله بقت في كل حته، حتى على السراير. يعني اليومين اللي فاتوا دول صراحه كانوا صعبين عليا قوي، وكمان الادهى من ده كله اللي طبعا قال لي ما تستعمليش الحمام لمده 3 ايام. طب تخيلوا بقى حد يقدر يقعد في شقته من غير حمام؟ يعني حاجة صراحة رهيبة. كل يوم زي ما انتوا شايفين انا مجمعة الفيديو ده، وصراحة تجمعات انضف كل يوم واشيل الرمل عشان بتيجي على السراير مش عارفين ننام، والتراب في كل حتة والدنيا مبهدلة، والاولاد عندي مش عارفين يقعدوا ولا جوزي ولا اي حاجة، مش عارفة اتصرف ازاي. حتى الحمام بقينا لولا اختي ربنا يكرمها يا رب ويخليلها ولادها وجوزها يا رب ويخليها ويحافظ عليها، يعني لولا احنا اخوات في البيت كنت عملت ايه؟ كنت رحت فين؟ بقى ننزل عندها في نص الليل حتى في الفجر نخبط عليها ونجري ورا بعضينا. ما تخيلوا بقى من غير حمام الواحد عايش ازاي؟ مأساة. حتى قعدة الحمام مش لاقيه لها مكان، راح حطها لي في قلب البلكونه. وادي زي ما انتم شايفين شال الارضيه بتاعت الحمام، السيراميك كسرها خالص. وكمان كل ده
والنور كان بيتقطع علينا كمان. قال لي بصي عشان يعني يلحق ينشف وينجز معايا، عشان الراجل يعني متعاطف معايا، عشان طبعا احنا قاعدين من غير حمام في البيت، فمتعاطف معايا. قال لي والله انا انتوا صعبانين عليا، بس مش بايدي حاجه. جاب لي بقى ايه، اسمنت من القوي جدا اللي بيمنع التسريب، حطهولي في الارض وقال لي عليكي بقى افتحي الشباك زي ما انت شايفين، وكمان حط المروحه عشان الارض تنشف بسرعه. طبعا بيجي علينا لغايه بالليل، كان النور بيتقطع علينا، بيقطع السيراميك في الضلمه. انا ما قدرتش، مش عارفه اصور لكم حتى المقاطع دي، ان احنا كنا في الضلمه وعمالين شغالين، ماسكه له موبايل منوراله وهو عمال يقطع في السيراميك وشغالين في الضلمه واحنا واقفين بكشافات الموبايل. يعني كانت مأساة بمعنى المأساة. وادي يا حبايبي بقى ايه، ابتدى بقى ايه، سابت مكان السيراميك بينشف، وقال لي بقى شغلي بقى عند الحوض عادي، المية تنزل عادي، خلاص شغلي، بس التواليت ما ينفعش تخشيه. ابتدى بقى انضف، ما مش هقعد بقى بالمنظر اللي انا فيه دوت، شايفين الحوض بقى والمواعين في كل حتة والغسيل. شغلت الغسالة وابتديت ايه انضف، وقلت برضو ايه اعمل لهم اكلة سريعة، عشان مش عارفة اطبخ طبعا، المية كانت ما اعرفش استعملها خالص. مليت مية كده بسرعة ودخلت بقى ايه على المطبخ، علشان طبعا ايه اعمل لهم اكلة عندي. صراحة مأساة مأساة مأساة. اكتبوا لي بقى تعليقات حلوه منكم، مستنياكم يا حبايب قلبي. ما تنسونيش في اللايك اللايك اللايك. ابتديت زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي اهو، انضف طبعا الصاله، كل ده كان رمله، تراب ورمله في كل حته، حاجه رهيبه. كل ده تنضف، حتى التلاجة غسلتها. بقيت انضف الحمد لله زي ما انتم شايفين. عشت مأساة، يعني فحت وردم على 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 صح الصح يعني. الردمة طبعا كانت قدام الباب اللي هم طلعوها التراب، جبت بقى ناس بقى يشيلوا الرملة دي والتراب اللي طلع والكسر بتاع السيراميك، وجابوا عربيات كرو وحطوا عليها التراب والرملة دي، وراحوا ايه خدوها وراحوا رموها طبعا. وانا الصنايعية كمان بيغلبونا، يعني يا ريت مثلا تحس الواحد يعني هيشغلهم ببلاش، بيجوا بالعافية، مش عارفة ايه الصنايعية دي، بيغلبوا الواحد عبال ما يجي بقى باش باش سباك. التلاجة طبعا نظفتها وكده، وقلت اشوف ايه اللي عندي موجود، اللي انا عارفة اروح السوق ولا عارفة، قلت اصرف نفسي اي حاجة موجودة في التلاجة اجيبها واعمل لهم ايه اكل سريع. دخلت بقى على المطبخ، جبت بطاطس كده زي ما انتم شايفين، رحت سلقتها وقشرتها، بس انا بحب بقى وهي سخنة كده يعني ايه اهرسها على طول، عشان تبقى سهل معايا في الهرس. لما بتبرد بتبقى ايه بتنشف، بتهرسيها ما ترضاش ايه تتهرس معاكي. بس هرست البطاطس زي ما انتم شايفين، يعني عملت لهم اكله كده على قد الايد، كمان عشان انا مش فاضيه، وكمان اكل يفتح النفس الصراحه، جميل 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 ما شاء الله. سميت الله كده وقلت ايه احط معلقه زبده زي ما انتم شايفين، وجبت بقى ايه بصلايه قشرتها، انا بحب بقى ايه عشان كمان انا يعني مستعجله، فجبت بصلايه ورحت ايه مقشراها ومخرطاها ايه على السمنه على طول زي ما انتم شايفين. انا مهديه النار طبعا عشان ايه البصل ما يتحرقش مني، وقطعت البصل زي ما انتم شايفين. معلش التصوير بقى وكل حاجه كانت صعبه عليا حبايب قلبي، والله انتوا حبايب قلبي اجمل اخوات في الدنيا. مستنيه تقولوا لي انت من انهي بلد بتتابعوني يا حبايب قلبي، وما تنسوش بقى دعموا اختكم كده بالله عليكم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. انا عايزه اوصل بيكم يعني
شوفوا زي ما انتوا عايزين. شوفوا زي ما انتوا عايزين كام الف ايه مشترك. يا رب يا رب القناه تكبر بيكم وليكم يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين بقى ايه شوحت البصل معايا، وبعد كده بقى ايه بعد ما اتشوح يعني انا ايه ما بحبش اصفره قوي. وبعدين يا حبايب قلبي بقى ايه جبت فصين ثوم وكده بالمبشره سريع سريع بشرتهم عليه زي ما انتوا شايفين. بعد كده حبايبي جبت قرن فلفل حامي، انا بحبها ايه بتبقى مشطشطه كده. طبعا ما بحبش الرومي مش بتنفع فيها، هو اهم حاجه قرن فلفل كده شطه. بقطعه زي ما انتوا شايفين كده حتت صغيره، وبعدين بقلبهم كده مع بعض كلهم زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. قلبته كده مع بعض كده لغايه ما اتشوح. بعد كده حبايبي بقى جبت البهارات بتاعتي، الكمون بقى، فلفل اسود، كزبره ناشفه، طبعا انا حاطه فلفل شطه مش هحط شطه، وشويه ملح. لازم ايه املح البصل قبل ما احط البطاطس، كل التوابل الحلوه دي تحتي. وبعدين ايه برضو لو في شويه بهارات لحمه بحطها فيها بتدي طعم كويس قوي. هقلب بقى كل ده مع بعضي، وبعد كده هنزل بالبطاطس بتاعتي. لازم الملح زي ما انتوا شايفين حطيت الملح بتاعي، وبقلب كل بقى ايه الخلطه الحلوه دي. بس ما ايه ما بغيبش قوي عشان طبعا الثوم الكمون ما يمررش مع في التحمير قوي، باخر يعني حاجه بحطها بعدين بنزل بالبطاطس على طول. كده قلبت بقى البطاطس كده مع بعض. انا ساعات بسهل بس يعني بقول عليها سلطه البطاطس بتبقى حلوه قوي، جميله جميله، ومعلقه السمن البلدي فيها بقى بتفرق. بس بقى ايه قلت كمان علقت بقى على قدره فول بتستوي معايا، يعني بعمله جميل صراحه روعه. بعمل الخلطه بتاعته الاول، خلطه الفول زي ما انتوا شايفين. بحط بقى ايه ليمونه ومعلقه طحينه، كمون بقى وملح، و بس كده يعني شويه شطه. كل الخلطه دي بقلبها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، والليمون، وكمان بحط قرن فلفل شطه، وكمان بحط طماطمايه صغيره بقطعها حتت صغيره واحطها عليها، وشويه زيت كده من اللي عندي. كل ده بقلبه بقى واعتمديها ده على الفول، انسي ده زي المطاعم بره. في نفس الوقت احنا في اسكندريه بنعمل انا يعني اسكندرانيه اصلا، فبنعمل الخلطه ديت حلوه على الفول رهيبه. وانا بقى بحب اعمل الفول عندي في البيت زي ما انتوا شايفين، فول لوز اللوز لوز العنب. بصوا جميل ازاي، انا ما بحبش اشتري حاجه من بره، يعني كل حاجه بحب اعملها في بيتي. في نفس الوقت بوفر، وفي نفس الوقت باكل حاجه نظيفه. ما تعلميش اللي بره دول بيحطوا ايه على الفول ده، مش عارفه بيقول لك في ساعه الفول بيستوى، انا بيقعد معايا حوالي 4 5 ساعات على نار هاديه، وبالطريقه بتاعتي دي بيطلع لوز اللوز. بحط عليها البراد اللي انتوا شايفينه ده، بزوده ميه واحطه عليه، وازود بقى كل ما ينقص الميه بتاعت الفول ازود من البراد اللي انتوا شايفينه. والفول ده بعمله ازاي؟ بحط الميه طبعا بتاعته، وبحط اغسل الفول حلو، انا ما بنقعهوش يعني، هي ممكن ساعه زمن بس، واروح حاطه وحط عليه ليمونه بس تكون صفرة مش خضرة، الخضرة هتمرر الفول. ليمونه بحالتها بحطها، وبحط معلقه كركم حلوه، شويه عدس يعني نص كوبايه كده. وكمان اللي بيدوب الفول وخليه بقى ايه زي اللوز زي ما انتوا شايفينه كده، واللون الكركم بحط له كركم برضو، وكمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر دوت طبعا ايه اللي بتحطه على الكيكه،
ده بيخلي القشرة بتاعتي بتدوب وبيستوي بسرعة. لوز العنب بالظبط. والله بيبقى طعمه جميل، جربوه بس بالطريقة بتاعتي دي مش هتندم. عايزاكم كل حاجة تشوفوها تجربوها وتكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم. بعد كده ما هرسته، كنت انا عاملة بقى الخلطة اللي انا قلتلكم عليها، قلبت الفول زي ما انتم شايفين، حقيقي جميل جميل يعني ما شاء الله عليه. كده قلبت الفول، وبعدين بحط ايه برضو معلقة زيت كده فوق الوش. ساعات بعمل الوصفة دي برضو احمر جنبها شوية بطاطس، اعمل جنبها شوية بقى بتنجان مخلل، يعني اكلة ما شاء الله موفرة وجميلة ونظيفة كده ما شاء الله عليه. وادي البطاطس زي ما انتم شايفين اللي انا عملتها وكده، وادي ادي الفول، وكمان ادي الجرجير. اصل بقى ايه اخضر وراور. وادي كانت الاكله بتاعتنا. بعد يا حبايبي السباك لقيته ايه خلص وسلم لي بقى الحمام، دخلت بصيت لقيت الفواصل بتاع السيراميك إيه لسه برضو ما لحمهاش كويس، اللي طبعا اللي اتلدع من ايه من الشوربه ينفخ في الزبادي. انا خفت بقى طبعا ايه دوت يسرب تاني مش ناقصه. رحت يا حبايبي جبت شويه اسمنت، اسمنت ابيض كده، وعجنتهم، ورحت بقى ايه دهنت كده الفواصل، قفلتها عشان برضو ايه استحراص لحسن النمل يفحر بتاع يجي تسريب تاني، فانا مش ناقصه يعني صراحه. فروحت ايه زي ما انتم شايفين كل الفواصل دي انا ايه قفلتها بايدي زي ما انتم شايفين يا حبايبي. انا بعد كده غسلت ايدي يعني على طول، يعني ما كملتش حاجه، اي فواصل ورباب في اي حته من السيراميك بقيت ايه اقفلها انا. وبعد كده جبت ايه حته قماشه مبلوله ومسحت بقى ايه الحتت الزوايد بقى اللي هو الاسمنت والحاجات الزايده، بقيت ايه امسح فيها زي ما انتم شايفين عشان يبقى مش ملطش كده والحمام بقى ايه بقى شكله وحش زي ما انتم شايفين كده نضفت. وادي حبايبي بقى منظر الحمام. انا جبت السيراميك دوت يعني مقارب شويه للون اللبني، ده رصاصي، دورت على لون لبني ما لقيتش، فانا ايه جبت اللون ده. صراحة ابني راح جابهولي، قلت مش بطال يعني. ايه رأيكم بقى؟ وادي الحمام نشف الحمد لله واستخدمناه، وكمان اللون دوت يعني بالنسبة لي افضل عشان مش بيتوسخ بسرعة. اللبني كان اي حاجة بتبان فيه فظيع يعني، صراحة ده منتهى الجمال. كده حبايبي انا وصلت لنهاية الفيديو، ما تنسوش بقى زي ما قلت لكم تدعموني بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة يا احلى اخوات في الدنيا.